تأمين طوق مدينة الحديدة وخاصة المزارع الواسعة على امتداد الساحل الغربي مهمة تعمل قوات المقاومة المشتركة على إنجازها لتأمين ظهر القوات المكلفة بتحرير ميلاء ومدينة الحديدة بالكامل. عمليات تمشيط واسعة ينفذها أبطال المقاومة المشتركة على امتداد الساحل الغربي وتطهير مخابئ وسكنات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي لا زالت تختبئ فيها، وتسعى جاهدة لتنفيذ عمليات تسلل لتصوير انتصارات وهمية لرفع معنويات مقاتليها والتغرير على مزيد من الضحايا الذين تتخذهم الميليشيات وقودا لحربها. وبعد السيطرة التامة على مزارع الفازة، سعت الميليشيات إلى تنفيذ عمليات تسلل يروح فيها عشرات القتلى ممن تدفع بهم ميليشيات الموت الحوثية إلى المحارق لالتقاط صورة هنا أو هناك واستغلالها في حربها الإعلامية. لكن الجهود التي يبذلها أبطال المقاومة المشتركة في تطهير المنطقة واستكمال عملية التأمين يفشل مخططات الميليشيات ويمضي وفق خطة عسكرية مدروسة لتأمين الخطوط الخلفية للقوات التي ستوكل إليها مهمة تطهير مدينة الحديدة بالكامل والتي باتت قريبة.